طبعا. هنروح فين؟ رضا تابعي بس. على فين يا مصدر؟ يا ست وانا هاكلك. يلا اتفضلي. يا حبيبي يا محارب. يا حبيبي يا اخويا الحمد لله انا اطمنت عليك. انت كويس؟ انت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. بس مستني حبل المشناء. انت ما عملتهاش يا محارب صح؟ حتى انت يا منال، ده انت اكتر واحده عارفه اني ماشي جنب الحيط. يا حبيبي عارفه والله عارفه. انت بس ما تعرفش هما بيقولوا للناس ايه بره. بيشربوا الناس بمعلقه ان انت قاتل ومجرم وهربان. عارف، بس انا مش عارف انا اذنبت فين كل ده. ما اذنبتش في حاجه يا حبيبي. ان شاء الله اللي اذاك يتاذي ويتحرق قلبه. ربك ما بيسيبش. الله يرحمك يا ماما، كانت دايما بتقول لي كده. الله يرحمك يا ميتة. ما شفتش يوم حلو من بعدها. الله يكون في عونك يا حبيبي. صحيح يا محارب، هو ايه اللي حصل مع انجي؟ مش عايز اتكلم في القصه دي. الله يعينك يا حبيبي. اذا كنا احنا كلنا متفاجئين انت هتبقى حاسس بايه؟ مش حوار متفاجئ. انجي ايه اللي ما قلت لها طلعت كانت هتتجنن ورمت نفسها من البلكونه عشاني تطلب الطلاق وتقلب فتحتها بالسرعه دي؟ اخويا ابراهيم ابني اللي انا مربيه يعمل كده؟ وانا كنت وحش معاك اول كده؟ ربنا بينتقم مني ليه يا منال؟ لا لا يا حبيبي لا، وحد الله. ده انت عمرك ما اذيت حد، وطول الوقت كنت شايلني احنا وماما فوق راسك. والله العظيم انا حاسه ان فرجه قريب. انا قلبي حاسس. ونعم بالله. المهم دلوقتي انا قلقان عليكي ومش مطمن وانت قاعده لوحدك كده. لا لا لا، انا زي الفل وكويسه خالص. خالتك سعديه ومصدي ما بيسيبونيش لحظه، وكمان ستك امنه والبيت عايشه كل شويه بيتصلوا يطمنوا عليا. ما تقلقش. ستك عامله ايه صحيح؟ انا نسيت اطمن عليها. انت في ايه ولا في ايه بس يا محارب؟ انا هبقى اطمنك عليها. وبعدين شفت ما فعلناش اهل وعزوه وعيله كبيره غير في الظروف اللي احنا فيها دي. ربنا رحيم وحنين قوي علينا. سيخ خلي دول معاكي، انت محتاجاهم اكتر مني. لا والله انت اللي محتاجهم اكتر. انت اللي ظروفك مش مضمونه يا محارب. يا بنت امسكي وانا بعزم عليكي. اهم حاجه دلوقتي الجلسه، عايز تحكي لي كلمه كلمه، عايز اعرف ولاد الهرمه دول بيدبروا لي ايه. حاضر يا حبيبي ما تقلقش، خير ان شاء الله. خلاص يا رضا اركن على جنب، انا هنزل وبعد كده اوصلك. تسلم يا غالي، خلي بالك من نفسك. محارب والنبي خلي بالك من نفسك. سلام يا مصطفى. سلام يا مرضتش احرمك من شرف انك تقف قدامي. اقعد ساكت كده واتعلم. ها قلبينها راي عام ولا دلني؟ بصوا كميه الصحفيين والكاميرات. طب وده معناه ايه يا متر؟ هو ده ممكن ياثر على القضيه في حاجه؟ لا ابدا، بس معناه ان هم عايزين الناس كلها تتعاطف معاهم. من مصلحتهم ان المحارب يظهر بصوره المجرم القاتل الهربان. منهم لله البعد. ربنا ينجيك منهم يا اخويا يا رب. ان شاء الله خير. فتحت الجلسة. نادي على القضية. قضية رقم 113 جنايات القاهرة، المتهم فيها عزيز عبد المنعم السيد محارب. الشاي يا حبيبي. تعيش يا صبري. على مدريتش مش بيقولوا محاكمة محارب النهاردة؟ الواد مصدي كان قاعد على القهوة امبارح وبيقول ان هما ليه مش عاوزين شوشرة في المحكمة. هو فرح ولا فرح؟ النبي ده باين انه فرح بصحيح. دي الحارة كلها هناك النهاردة.
مش كان واجب تروح برضه؟ روح فين يا وليه يا عبيطة؟ انت هبلة ولا هبلة؟ انا بصدقت خلصت منه، هقوم كمان اروح له المحكمة واتلزق فيه عشان اجوزه بنتي بالعافية؟ ايه جننتي ولا ايه؟ لا ما اقصدش يا حاج، بس يعني مش عايز الناس تاكل وشنا. وخلاص خلي الناس يروحوا يجوزوا بناتهم. تالي القتلة ده، هو انت شاري ان محارب قتل بصحيح؟ انا لا شاري ولا بايع، انا ما صدقت خلصت منه وخلصت من همه ومن همومه كلها وخلصت بنتي كمان. خليها بقى تشوف حالها ومحتالها بقى، مش كلام فارغ، وبطلي السيره الهباب دي بقى. طب على قولة بنتك يا حاج، البنت مش عجباني خالص، مبلمه كده على طول زي ما يكون نازل عليها سهمله. بصراحه ربنا كده انا مش مرتاحه، ودي بنتي وانا عارفاها. يعني ايه يا وليه؟ البنت مالها؟